مساء الخير. كل يوم في التوقيت ده قبل ما يبدأ البرنامج ليكوا عندي خبر حصري أنا بقدمه لحضراتكم. خلوني لأن ده أول يوم في البرنامج من حقي إن أنا أعلن النهاردة إن الخبر الأول هو بدء الحلقة الأولى من برنامج مساء الخير، لكن ينفع الخبر يبقى ده بس عشان ما حدش يجي يقول لي يا خير هتيجي تحتفل بالبرنامج، إحنا طمعانين في خبر. الخبر الحصري اللي أنا هقوله النهاردة هو إن القوات المسلحة بدأت امبارح أعمال البنية التحتية في أرض مشروع الضبعة النووي. الجديد أيضا لازم تكونوا حضراتكم عارفين إنه لم يتم حتى الآن طرح مناقصة دولية لبدء العمل في هذا المشروع، لكن علمت من مصادري إن في 3 شركات عالمية، واحدة صينية واحدة روسية واحدة أمريكية، واقفين على الباب مقدمين طلب علشان يبدأ المشروع. أنا شايفه ده خبر جميل ويبقى في افتتاحي، وإن مصر هتدخل عصر القوى النووية السلمية أو الاستخدام النووي السلمي للطاقة. مساء الخير. هي البلد ناقصه تكشو؟ ده اول رد فعل جالي لما طلب مني ان انا اقدم برنامج تكشو، لكن الكلام اخد وعطى مش قفش. مش لما يتعرض على الواحد كده برنامج يقدمه في قناه كبيره زي سي بي سي يقول يلا سلام عليكم. طيب الواحد ليه كده اشعر وتحفظ على فكره تقديم برنامج تكشو؟ سالت نفسي سؤال، ايه اللي انت هتعمله يا خير علشان تعمل برنامج توكشو؟ ده احنا عندنا عشرات البرامج التوكشو الليلية واصحابها نجوم اللي بيقدموها وعملوا جمهور كبير جدا، فانا هعمل انا ايه؟ بيني وبينكو كشيت، شافت ان انا مش هقدر ادخل مجال التوكشو، ولو دخلته هخترع العجلة. يعني انا مذيع راديو الحمد لله، بقدم برنامج ناجح على الراديو مكسر الدنيا والناس مبسوطة فيه. ما تخليك خير في الحتة اللي انت لعيب فيها وخلاص. موضوع برضو اخدت وديت فيه بيني وبين نفسي. عاوز اقول لكم ان عدد كبير من حضراتكم، من جيراني من اصحابي من قرايبي، نقعد نتكلم نقول البرامج الليلية اللي اسمها تكشو بتجيب لنا اخبار خم معظمها وبيخلونا نقفل الشاشة بالليل. هتلاقي في حرص كأن هذه البرامج أو بعضها أو معظمها بتتفنن في إنها تجيب لك أخبار تثير توترك. هي بتنقل واقع، بتنقل لك إن في تفجير حصل في الحتة الفلانية، بتنقل لك إن في مظاهرة في الحتة الفلانية. بس برضو عايز أقول أنا كمواطن في التوقيت اللي حاصل فيه التفجير ده أكيد في مصنع افتتح، أكيد في طالب نبغة اخترع حاجة وراح قدمها للمركز القومي للبحوث أو لأي جهة علمية علشان ياخد عليها براءة اختراع. طب ما نعمل التوازن ده. كل ده كان حوار داير في دماغي علشان أوصل لقصة إن أنا أحسن فيها هتقدم برنامج توكشو ولا لا. كمان الواحد عاوز يشوف برنامج ليلي يبقى فيه ضوء من الأمل. أنا بالنسبة لي بطلت أتفرج على البرامج الليلية وبقيت أحب أشوف فيلم أبيض وأسود، أو لأني كمان بحب أنام بدري. كل ده صراع بيني وبين نفسي، يا خير فرصة أقدم برنامج توكشو أو لا يا عم الراديو بالنسبة لي زي الفل. أنا كل ده لسه بكلم حضراتكم في أسباب تحفظي على البرنامج. قلت طيب استخير ربنا ونتوكل على الله ونقدم برنامج توكشو.
بس انا هقدم برنامج توك شو. انا اول مره مذيع، ابقى مذيع على الهوا. اول مره اكون مذيع تلفزيوني، تاني مره القناه جديده، تالت حاجه البرنامج جديد. يبقى البرنامج اخير عايز فرقيعه. ده اللي انا سمعته من الاصحاب، من الناس اللي شغالين في بعض البرامج. خير، عايز تعمل برنامج حلو لازم فرقيعه، علشان اليوتيوب ينقل ويقطع والناس تقول شفتوا برنامج خير امبارح عمل ايه. طب يا اخوانا فرقيعه ايه؟ اعمل ايه؟ ايه الفرقيعه دي؟ ما كفايه الفرقيع اللي حصل في البلد. قعدت مع بعض الشباب كده اللي شغالين في بعض البرامج والاعداد، قلت لهم عشان اعمل برنامج جديد ايه المطلوب بقى علشان نعمل فرقيعه؟ قالوا لي تقدر تركب طياره وتروح تسافر بالكاميرا وتدور على مجرم هارب سارق فلوس مصريه وتحاوره. طب غيره؟ قالوا لي دور على فنان او فنانه ليهم قضيه مثيره واستعرضها. سسبنس بقى. طب غيره؟ دور على مسؤول كبير وتعمل برومهات كتير عنه ان انت هتحاوره، بس المسؤولين الناس بطلت حتى تسمعه. بقى كل دي فرقيعه؟ طب ما فيش فرقيعه تانية يا رجاله؟ قال لك اقعد بقى فكر، شوف لك حاجه ان انت تقدر تعمل عليها قصه وان اليوتيوب يقعد ينقلها عندك. او ابدا الحلقه بنجم سوبر ستار تقعد تحاوره ساعتين. ويا سلام لو النجم ده كان نجمه مطربه وتبدا معاه الحوار في قصه اين ترعرعت سيدتي. بس انا ماليش في القصه دي. وبعدين اخر خبر هاخده من اي نجم او نجمه بعد 5 دقايق. طب اهالينا في الصعيد، في البحيره، في الفل، ده هيفيدهم؟ طب ما ده ممكن يكون بيتعرض في بقيه البرامج. هتعمل ايه يا عبد الرحيم؟ هتعمل ايه يا عبد الرحيم؟ جالي معد فلحوس من فريق الاعداد وقال لي بص يا خير، سيبك من كل اللي فات ده، انا ممكن افكر لك في فرقيعه حلوه قوي. قلت له قول اخويا، هنعمل ايه؟ قال لي احنا نجيب 2 سسبنس بقى اثاره كده يشتبكوا ضد بعض، والراي ده ضد الراي ده، ويكسروا الحلقه. اللي يضرب ده اللي يرمي لك المايك على الارض، هتلاقي في 10 دقايق الحلقه سخنت وكله على اليوتيوب. قلت يا نهار ابيض، ده كل ده علشان اعمل برنامج توك شو وعلشان البرنامج يبان وسط كل البرامج الموجوده في السوق؟ لا يفتح الله، مش ده اللي انا عايزه ومش ده اللي انا اطمع فيه. طيب دي افكار لو عرضتها في برنامجي شايف انها تجيب البلد ورا. والمصريين بعد ثورتين عندهم احباط، عايزين افكار تتكلم او تدفع البلد لقدام، عايزين امل لقدام، بس امل مبني على اساس واقعي، مش امل فنكوش. مفروض ما نخدعش المواطن، مفروض نقول له اللي حصل وحصل ازاي وبكره هيحصل حاجه ولا مش هتحصل. طيب عاوز اقول لكم ان انا قعدت فتره كبيره يمكن شهور علشان احسم قصه ان انا اقدم برنامج ولا لا، وانتهيت اللي انا اقدمه. بس طلب من حضراتكم طلب صغير، يبقى بيني وبينكم شهر عسل فتره كده، راعوا ظروفي، مذيع جديد لأول مرة، مغلب الناس اللي حواليا في الاستوديو، مركبين لي ايربيس ده لازم كل شوية أسمع، فممكن وأنا بكلمكم أسكت، أجي أبص على الكاميرا دي ألاقي كاميرا تانية نورت، هتلاقي عينيا زغت على الشاشة. مذيع لأول مرة، بجرب معاكم. طيب، حطيت خطة للبرنامج، وقلت لأ، أنا أعمل خطة كده وقدام السادة المشاهدين اللي حابب يديني ثقته أعرضها على حضراتكم ونعمل اتفاق أو عهد. أنا لا هجيب لكم أخبار الفرقعات ولا الاتنين اللي هيضربوا بعض والكوباية تتكسر على إيه يا أخويا؟ أنا لا عايز لا أعرف رأيك ولا عايز أعرف رأيه، ولا ده هيبني البلد ولا حاجة. لازم يبقى عندنا كلام جاد، لازم يبقى عندنا زيارات للناس في المحافظات، وده أنا عملته أنا وفريق الإعداد وطاقم قناة سي بي سي 2. تقدمت بقلب جامد لإدارة القناة، قلت لهم أنا موافق إن أنا أقدم برنامج توك شو، بس ليا طلبات.
طبعا انت ادوبا بقول طلبات، بس هي كانت شروط. يعني اول طلب ان احنا مش هنقدم توك شو، انا عاوز اقدم استراحه يوميه ثقافيه ممتعه فيها كل فنون المتعه، فيها السياسه اللي تهمك وتهمني، اللي تنورك وتنورني. واوعى تفكر ان انا بادئ لك الحلقه بان انا والعياذ بالله استاذ وان انا فاهم كل حاجه، ابدا. انا قابل ان انت تخش على الهوا وتصحح لي اي معلومه غلط. امبارح كنت بيشرفني الناقد الرياضي الاستاذ حسن البستكاوي، فانا قلت معلومه عن بيليه ان هو لم يزر مصر منذ 41 سنه، وبالمناسبه كنت قاريها في الجرايد، كل الجرايد امبارح اللي حضرتك قراها. قال لي لا يا خير، ده زارها سنه 97. خرجت من الاستوديو لقيت الناس بيقولوا لي ايه ده خير، ازاي تغلط؟ اغلط هو انا مش بشر ولا ايه؟ نسيت يعني، والله كنت جايبها من الجرايد. فخلينا نعمل اتفاق، اي معلومه انا اقولها لكم على الهواء او خبر خطا خشوا صححوا لي، انا مش ابو العريف، ده اجتهاد مني. يبقى اول حاجه احنا مش هنقدم توك شو، انا عايز اقدم سهره يوميه ممتعه للاسره المصريه اللي هو شعار هذه القناه. دي قناه عاوزه تجمع الاسره ما تفرقهاش، عايزين نرجع للبيت، عايزين الاب والام والولد والبنت قاعدين بيتفرجوا. عايز اقدم لكم كل حاجه تدفع البلد دي لقدام، وفي نفس الوقت اوعى تفكر ان كل الحلقه هتبقى جامده، لا، هتلاقي فنانين، هتلاقي مواهب شابه بندعمها، هتلاقي في فقره بس هعلن على تفاصيلها قدام لاطفال مصر او للي يقلس انهم عن 18 سنه، فقره اسمها نفسي. بنجهز ليها دلوقتي وهنعلنها بالتفصيل. يبقى انا كل يوم جاي امسي على اهل مصر المحروسه، على اهل بلدي، نشرح ننور. اول حاجه كنت بتلاقيها في معظم البرامج المسائيه الليليه التوك شو هي الاخبار، اللي مش عارف انفجار قنبله بدائيه في اسم مش عارف فين، طب ايه يعني؟ حريقه ميكروباص، ايه يعني؟ بلد فيها 92 مليون نسمه مش عايز يطلع فيها اخبار زي كده؟ ما يطلع. هي امريكا حالها بينقلب لما بينفجر فيها حاجه زي كده؟ طب ما في الوقت اللي بيحصل فيه ده قلت لحضراتكم في حاجات تانية، ما نركز برضو على الحاجات التانية. لغيت لكم فقرة الأخبار، ده أول حاجة في البرنامج أهو، خلصنا فيش أخبار. طب في إيه يا خير؟ قبل تتر البرنامج ما يبدأ هقدم لحضرتك خبر حصر زي اللي حضرتك شفته ده، خبر لسه جديد نوفي، لا هتقراه في جورنان ولا هتشوفه في مجلة ولا هتشوفه في أي موقع على الإنترنت، خبر من خير في مساء الخير لأهل مصر كل يوم. عايز أقول لكم ده شغل ابن لذينة. تاني حاجة هقدمها في البرنامج الانترو اللي أنا بادئ معاكم فيه ده وبدردش، ولو حضراتكم شرفتوني وكنتوا من المستمعين بتوعي على راديو مصر أو راديو 90 90 وبتحبوا خير وهو بيحكي معاكم الانترو، أنا هقوله قدامكم ونعرض على الشاشة تفاصيل تتعلق بيه، وهفتح معاكم تليفونات للصبح، علقوا نتكلم زي ما احنا عايزين. طب بعد الانترو والمقدمه اللي بتقول لي اخرها هتعمل ايه؟ هجيب لك خبر كل يوم، ده غير الخبر الحصري الاولاني، احكي لك تفاصيله وقصته وتعليقه وتحليله من طقطق لسلام عليكم، بس مش شرط يكون منشط في جورنان ولا حاجه، خبر ممكن يعدي عليك في دقيقه في سطر بس شايفه مهم. في البرنامج ده أنا مهتم بالعلم والعلماء، كل عالم وكل باحث في مصر برنامج مساء الخير بيرحب بيه، عنده فكرة تطور البلد دي قدام فورا يشرفني، يدخل على صفحة البرنامج على الفيسبوك، يتصل بالتليفون يقول لي يا خير أنا عندي الفكرة الفلانية نتحقق منها، وأقول له اتفضل اعرضها واجري وراه على الحكومة والمسؤولين. ده جزء مهم جدا في البرنامج. كمان عايز اقول لحضراتكم ان انا مهتم بالمواهب الشابه، مصر فيها مواهب كتيره قوي، فنانين، ادباء، شعراء، موسيقيين، شباب زي الفل، شباب زي الورد، طحناهم في الثلاث سنين اللي فاتوا، ما كانش قدامهم فرصه انهم يطلعوا يعرفونا مواهبهم. النماذج دي بتدينا الامل إن مصر لسه عايشة. مصر يا إخوانا
مش الأحداث اللي عمالة تحصل في الثلاث سنين اللي فاتوا. مصر دي بلد كبيرة قوي، مصر بلد كبيرة، ما ينفعش نختزلها في كم حادثة حصلة في شارع. أهلنا في الصعيد ذنبهم إنك تعرض عليهم خبر زي ده، ما تقول له حاجة تفيده لبكرة. الشباب العاطل اللي قاعد في البيوت فيها إيه لما نجيب شاب باحث عالم اقتصادي متخصص 5 دقايق بس، 5 دقايق يطلع يعرض لي مشروع اقتصادي كده دراسة جدوى، أو أنزل أصوره معاه ونحل مشكلة بطالة. ولو أنت في آخر الدنيا في مصر هجيلك بكاميرا البرنامج وأسجل معاك بنفسي، لأن البرنامج ده ليك. ولو عندنا مشكلة أو عندك مشكلة هعرضها وهزن ورا المسؤول لحد يحلها. البرنامج ده في سياسة، في اقتصاد، في علم، في عرض كتب، في عرض مشروعات، في نجوم فن ما بقولش لا، وفي نجوم كورة، في كل حاجة. بس كل حاجة بمقدار، كل حاجة بحساب. عايز أقولك كمان إن أنت كمواطن ضيفي الرئيسي في هذا البرنامج. ينفع نعمل ثورتين وما نلاقيش الشعب اللي أشعل الثورة ده يكون موجود في الاستوديوهات وهو اللي بيحاور المسؤولين؟ لازم. علشان كده طلبت إن في البرنامج ده يشرفني يومياً سادة مواطنين، مشاهدين، جمهور حقيقي مش جمهور صناعي، يقعد ويتفاعل معايا يوميا. ولو جايب وزير قاعد معايا أو مسؤول، من حق هذا المواطن إنه يخش ويسأله سؤال. طب بعد كده هتقدم إيه خير؟ بصراحة أنا مش عايز أحرق المفاجآت اللي أنا عمال أكتبها، غير إن حضراتكم هتبقوا ضيوفي وعلماء مصر هيبقوا ضيوفي. عايز أقول لكم إن في قضية مهمة جدا أنا مهتم بيها في هذا البرنامج، وهي قضية الفقر. الفقر اللي هو أس البلاء في البلد دي، الفقر اللي هو بيجيب الجهل وبيجيب المرض، الفقر ده اللي ودانا في داهية في الثلاث سنين اللي فاتوا لما جرى استغلال بسطاء الشعب المصري. عاوز أحارب هذا الفقر، بس أنا مش هحارب الفقر بأن أنا أجيب كاميرا وأدخل بيت راجل غلبان أصوره عريان عريان بفقره قدام الناس ولم له قرشين أبدا. مش طالع في البرنامج ده يا أخوانا علشان أدي سمكة للناس، طمعان أنا وحضراتكم نقدم السنارة مش السمكة. خلوني أيضا إن أنا أقول إن إحنا تعبنا كتير في الثلاث سنين اللي فاتوا، ومن حقنا نرتاح ونقول إن إحنا محتاجين برنامج يدفع البلد دي لقدام، وده اللي أنا هجري عليه. باقي بس حاجتين، رسالتين. الأولى للمسؤولين في بلدنا، حكومة، محافظين، رؤساء أحياء، كبار موظفين، البرنامج ده مش ضدكم، ده برنامج جاي يمد الإيد ليكم وللمواطنين عشان نبني البلد. بس أكيد كل مسؤول مقصر في حق مواطن لا يلومن إلا نفسه في هذا البرنامج. الرسالة الثانية لرئيس مصر القادم، أيا كان اسمك، أيا كان اتجاهك السياسي، المؤكد انك هتقدم برنامجك الانتخابي للشعب، واحنا هنا هنتابعه كل يوم ولحظه بلحظه، هنشوفك عملت ايه وندعمك، واثرت في ايه وننبهك. نسيت بقى قبل ما اختم اقول لكم حاجتين مهمين قوي وهم دايسين عليا دلوقتي في الكنترول. خلص اخيل بقيرك 30 ثانيه، وده جزء من الشغلانه الجديده اللي انا بتدرب عليها، بيقولوا لي لا ده كم من دقيقتين. اول حاجه، مش معقوله اطل على حضراتكم كل يوم وانتوا ما تعرفوش مين الراجل ده. ما انا مش مشهور يعني، انا كنت مجرد ضيف في برنامج فضائي ومذيع راديو يعني، واكيد كتير من حضراتكم ولا شاف شكلي ولا عارف لي. انا اسمي محمد علي خير، اسم ثلاثي طويل، بس ممكن اللي اشتغل مع بعض زي ما بعض من حضراتكم اللي يعرفني في الشارع يقولوا لي يا خير. اختصروا اسمي بده، انا اساسا كاتب صحفي مذيع بالراديو، قدمت برنامج على راديو مصر وعلى راديو 90 90 لحد ما جه يونيو اللي فات وما حصلش نصيب ومشيت من راديو مصر لأسباب سياسية يعني. لكن أنا في الأصل صحفي شرقاوي، اشتغلت في جرايد كتيرة زي الوفد، الدستور، العربي، الناصري، أسست صحف، كاتب مقالات، ليه كتابين في السوق، خريج كلية إعلام جامعة القاهرة قسم صحافة، عندي كتابين، الاول اسمه الطريق لأسر العروبه والتاني في انتظار وطن، وده مش اعلان عنهم لانهم نزلوا وخلصوا من السوق. توجهي السياسي وطني، بحب البلد دي، ما عنديش فرق بين واحد والتاني، ولا بنتمي للفصيل ده ولا للفصيل ده،
الخط الأحمر عندي هو المواطن، أي حد هيقدم فكرة للمواطن أنا موافق عليها. ممكن أقول لك إن أبويا الله يرحمه كان من علماء الأزهر الشريف، ممكن أقول لك تسمح لي إن أمي ست طيبة أصيلة ربتني بعد وفاة أبويا من 30 سنة، ممكن هي تكون بتشوفني دلوقتي وأنا بشكرها، لأن لولاها ما كنتش أقدر أقف الوقفة دي، لأن هي اللي علمتني وهي اللي ربتني. ممكن أقول لك إن في زوجة بتشاركني حياتي وهي سبب في النجاح اللي أنا وصلت ليه. ممكن أقول لك إن أنا عندي طفلين، يوسف تانية ثانوي، مريم ستة ابتدائي. لازم أقدم لكم كشف بالشخص اللي هيطل عليكم يوميا تعرفوه، ما ينفعش أطلع عليكم كده. بحب البلد دي زيكم ونفسي إنها تطلع لقدام وكلنا نبقى مع بعض إيد واحدة، واللي فرقنا في اللي فات لازم يجمعنا دلوقتي. التجربة جديدة عليا، مش خايف، مش متلجلج علشان أنا مذيع لأول مرة. خوفي والله العظيم هو خوف المسؤولية، لأن أنا في يوم من الأيام هتحاسب على الكلمة اللي أنا بقولها، فلازم أكون قدها. فكل يوم هترعب وأنا واقف قدامكم. الكلمة مسؤولية وأمانة، عشان كده أنا بدعي ربنا دايما بقول له اللهم اجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتي يوم أن ألقاك. ما تزعلوش مني لو أنا اتكلمت عن نفسي كتير، بس دي أول وآخر مرة علشان بس أعرفكم مين الراجل اللي قدامكم. آخر نقطة بقى، ودي أهم نقطة، ويا رب إدارة قناة سي بي سي ما كنتش سامعني، حطلي في العقد هنجربك شهرين أخير. طلعت مية مية والبرنامج سمع، أنت بكمل معانا يا عمنا. الدنيا وقعت منك روح البيت. دي فضيحة إن أنا أقولها على الهوا، بس الحق علشان بس أنا متأكد إن البرنامج ده مش هيقف. عارفين ليه؟ علشان ده صوت الناس، وعمر صوت الناس محدش يقدر يوقفكم. هتشوفوا برنامج مساء الخير يوميا مع بعض، وهنتشارك فيه مع بعض. برنامج ما بيعدوش 15 16 مساعد معايا في قلب هذا البرنامج، ده برنامج بيعده 92 مليون هو حضراتكم. كل يوم شاركوني بأفكاركم بآرائكم، ده برنامج لكل أهل مصر دون استثناء أحد. يا ترى يا هل ترى حضراتكم موافقين على الكلمتين اللي أنا قلتهم دول؟ نبدأ مع بعض عهد كده ونراجع مع بعض، ولا حضراتكم ليكم ملاحظات؟ كل سنة وانتم طيبين ومساء الخير. مش يعني ما اقدرش اقول ان الشخصيه المصريه النضجه اجتماعيا، لانه بيتهيألي قبل كده كان في معنى لهويه الشخصيه المصريه كان موجود، انا شايف انه عمال يتلاشى. على النقيض طبعا لما بيبقى الشخص اللي بيستخدم الحريه ده اقل ثقافه او اقل تعليم او مفهوم الحريه الحقيقي هو مش عارفه، فبيبتدي يخرج منه حاجات انت مش حاببها، فتحس ان تلاقي ناس بتقول لا دي البلد بقت سايبه، ده محدش بقى بيحترم حد، ده ما بقاش فيه كبير. الشخصيه المصريه كاي شخصيه قوميه في العالم لها ايجابياتها ولها سلبياتها، وبالتالي يؤمن القول هناك دورات تشهد صعود وهبوط سمات الشخصية المصرية إن صح التعبير. ساعات بتحس إنك في أمريكا أو في أوروبا وتشوف ناس تبقى فرحان بيهم ومبسوط ونفسك تبقى البلد كلها كده. في حاجة في الروح المصرية كده، لا أنا حاسس إن إحنا عم يعني بنفقدها بالتدريج بقالنا شوية حلوين. ف ده بقى ليه علاقة بإن الدنيا اتفتحت على بعض، ليه علاقة بمتغيرات اجتماعية عمالة تحصل. الشخصية المصرية مشكلتها إنها اجتماعية زيادة عن اللزوم، بمعنى إن المصري بواح، يتكلم إلى الآخر في كل شيء، يتكلم عن أسراره ويتكلم عن عيلته ويتكلم عن النادي اللي بيحبه ويتكلم عن جيرانه ويتكلم عن كل شيء. لدينا أمل أن تبرز الشخصية المصرية إيجابياتها في تدوير عجلة الإنتاج من جديد. أنا رأيي إن المصريين بيضحكوا دلوقتي بس من نوع الكوميديا السوداء، يعني فكرة إن بقينا نضحك على همومنا، بقينا نضحك على المشاكل. أنا شايف إن المصريين
الإنجاز الملموس الوحيد اللي خالي من أي نوايا مؤامرات هو الضحك. الناس كانت بتسهر تتفرج على فيلم أو بتجيب قنوات أغاني، أو أنت دلوقتي الناس متابعة بلدهم في الآخر فقلقانين، فالأحداث اللي بتحصل ما أعتقدش إن في حاجة تضحك. يعني الشعب بيضحك في الأزمات عموما، يعني بتهيألي إحنا لما نبقى رايحين عزا لو لا قدر الله اللي فاقدينه مش عزيز بنبقى شايلين هم، ما تلاقي روحك بتقول لصاحبك ما تقعدش جنبي بقى عشان هضحك. النكت عند المصريين حاضره وجاهزه وفوريه التاليف تنتشر بسرعه غريبه جدا. المصري ساخر بامتياز. مساء الخير. انا قلت الانترو من هنا وقعدوا يزعقوا لي في اوضه الكنترول، يا خير احنا متفقين مش عارف على 15 دقيقه، انت عديت بقيت 22 دقيقه. طب يا اخواننا دخلوا الساده المشاهدين يعلقوا، قالوا لي ما انت كلت كل الوقت، ابدا حاور جمهور الاستوديو. بس في الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه مفروض تظهر على الشاشه ارقام التليفونات والفيسبوك والتويتر عشان نتفاعل مع بعض. ده جمهور حقيقي في الاستوديو كل يوم هيشرفني، مش بنفس الوجوه اي حد يقدر يشترك في هذا البرنامج ويعرض رايه او وضعيته او يعلق على حاجه احنا عايزينها. انا بعد ما قلت الانترو عايز اسمع راي الناس، ايه رايكم في فكره ان احنا نقدم برنامج بهذا الشكل؟ ولا انتوا عايزين برنامج اجيب لكم كل يوم مجموعه الاخبار اللي بتحصل فيها كوارث وبعدين اجيب اثنين او ثلاثه نتحاور وشكرا؟ انا بحاول ان انا انقل صوره، انا بجتهد، قد اصيب وقد اخطئ. مين اللي عايز يعلق؟ يلا من غير ما ترفع ايدك، مش قاعدين في مدرسه. اسمك ايه؟ عماد شعراوي. عماد شعراوي شغال ايه؟ باحث في شؤون السلام. باحث في شؤون السلام؟ ده تبع ايه ده؟ معهد الدراسات والبحوث الافريقيه جامعه القاهره. جامعه القاهره. وكمان في شبكه اسمها سوليه. بلاك كلمه شبكه دلوقتي. المهم خش على طول وقول لي رايك، هل فكره ان احنا نقدم برنامج انا بسميه سهره ليليه فيها كل الفنون اللي الأسرة المصرية تحبها، لازم نرجع للإثارة والفرقيعة ولا نقدم كلام جد مع شوية تلطيف أغاني وحاجات كده واكتشاف ما؟ الحقيقة أنه الجزء اللي حضرتك بتعمله هي خطوة إيجابية أن احنا بنطور فيها الإعلام. يعني في كتير من الأيام اللي فاتت على مدى السنين اللي فاتت كانوا بيقولوا شكل الإعلام إزاي يبقى موجود، أعتقد أن دي ممكن تبقى صورة ويبقى مثال يحتذى به أن إزاي الإعلام يبقى موجود. مش عايز أوصل والله لمثال عماد، بس هي خطوة، اصل ممكن دي تلبسنا في الحيطه ولاقي نفسي قاعد في البيت وممكن ابقى نجم سيما، بس انا مش عارف، بس قلت ارميها ورزقك على الله. بس انت شايف انها حاجه ممكن تفيد البلد؟ ايجابيه كمان الجزء بتاع مناقشه البرنامج للمرشح القادم ايا كان، الجزء الاقتصادي وتطوير كمان المنظومه الاداريه البيروقراطيه المصريه اللي كتير بنعاني منها، حطها عبد الناصر كانت صالحه في الوقت ده، لكن لا شك ان دلوقتي لو حابين نبقى دوله قويه محتاجين كمان نطور المنظومه الاداريه دي. حد عايز يعلق؟ اتفضل اديله خالد. اتفضل. في سنه كام؟ لا انا محامي. محامي؟ الله، ده الواحد يخاف منك يا خالد. قول لي هتترافع عني ولا ضدي؟ هترافع عنك طبعا. قول تعليقك على اللي احنا قلناه. هل انت توافق على فكره برنامج يكون ده توجهه او ده شكله؟ اكيد طبعا اوافق، بصفتي ان انا انتمي الجيل المفروض قام بالثوره، فانا هبقى منتظر برنامج يجي يغير شكل المجتمع اللي انا ما كنتش راضي عنه، عشان كده قمت بالثوره. نعم، قمنا بثورتين. قمنا بثورتين. في الجانب الثقافي اكيد ان انا هبقى راضي لان انا شايف اندثار تام في الثقافه، فاكيد هبقى حابب ان حاجه تيجي تنشط الجانب الثقافي بالنسبه لل بس اقول لك واحد بيشوفنا دلوقتي يقول الله ايه البرنامج بقى اللي هيبقى فيه علم وعلماء وتزور لمحافظات خير والكلام ده، عايزين برضو الدنيا تطرى. ما هي بتطرى في النص الثاني من البرنامج. تطرى. يبقى انا بوعدكم اهو، يعني ايه تحملوني في النص الاولاني بس النص الثاني هدلعكم. النهارده معانا رنا سماحه ومحمود محي، كل مواهب مصر والله هتبقى في هذا البرنامج باذن الله. ولو طول ال 92 مليون يبقوا قاعدين في الاماكن دي كنت اعملها. اتفضل. من جانب تاني بالنسبه للمسؤولين والبيروقراطيه، انا اكيد برضو كشاب مش عايز ان انا لما تحصل مشكله في المجتمع او مشكله حتى تخص الحكومه، حادثه او خلافه، ان انا اسمع تبريرات. نعم. انا مش عايز اسمع تبرير، انا عايز خطوات ممنهجه ان انا اصلح الغلط اللي وقع. ففكره ان حضرتك هتنتقد المخطئ
بعكس ما بنشوف في البرامج اي برنامج تاني. لا احنا هنقدم حلول باذن الله، حلول ورؤيه، ورؤيه لاصلاح الخطا اللي بيبقى حاصل في. انا عايز اقول لك احنا قبل البرنامج ما يبدا زورنا عدد كبير جدا من المحافظات. انا مهتم في هذا البرنامج زي ما قلت محاربه الفقر، مهتم بحاجه وده جزء اسمح لي ان انا برضو اشير اليه. مفيش دوله هتقوم وهتنهض لما نقرا تجارب الدول زي ماليزيا الصين البرازيل الا على دعم الصناعات الصغيره. أنا زرت محافظات كتيرة في الجمهورية ولسه هزور تاني علشان أحول كل محافظة إلى خلية نحل على صناعة أساسية تبقى قايمة بيها. تمام. وهيبقى برضه لسه في أغاني ما تقلقوش. مين تاني عايز يعلق؟ اتفضل. أنا محمد عبد الكريم، طالب هندسة قوة ميكانيكية كلية هندسة موتورية جامعة حلوان. أهلا. أنا طالب بكالوريوس. دلوقتي حضرتك أنا من النوع إن أنا ما بتحبش أتفرج على برامج اللي هي في مصر. ومين سمعك؟ وانا كمان والله انا للأسف بتفرج على افلام ابيض واسود. لان للاسف كل البرامج لما حضرتك تسمعها تلاقي بتتكلم عن المشاكل كلها اللي بتحصل. حصل تفجير هنا، حصل مش عارف ايه هنا، كل المشاكل اللي بتحصل بتطلق فالشعب المصري يعني بيحبط، بيسيب الاحباط. فين الحلول؟ كل شيء يوم مشاكل. لا ان شاء الله مش هيبقى في احباط. مساء الخير. فدلوقتي لما تيجي تطلع برنامج زي حضرتك كده ان شاء الله ويتكلم عن الحلول ويقدم ويدي امل للناس، للشعب المصري، الشعب هيدي له امل وهيكمل ويمشي. خليني استقبل بس اول تليفون من مشاهد، وربنا يكتركم حواليا على الاقل في الحلقه دي علشان تبيضوا وشي قدام اداره القناه. الاستاذ رهد ره ايه دال، الاستاذه رهد، انا اسف كنترول بعيد عنك ولا تلاقيه عارف يقرا عربي. اتفضلي استاذه رهد. مساء الخير استاذه رهد. مساء الخير. الو. تخيلوا اول مشاهده جات لي والخط قطع. ايه يا اكرم فاروق؟ مش طريقه. طيب يلا اتفضل كمل. فهي ده الموضوع. فدلوقتي لما البرنامج يجي يقدم حلول، ايه المشاكل، ايه الابتكارات اللي بتقدمها الشباب، ويجي يعرضها على الناس، مثلا فكره مشروع معانا ويعرضها لرجال الاعمال، فكده البلد كده البرنامج بيقدم حلول من خلالها البلد تنهض. لكن بص كل أنا مره مش فكره يقدم ان انا جاري علشان اعمل حلول، لان في دور برضو الوزراء ومسؤولين. بس عايز اقول ان في نماذج لشباب بيقدموا تصورات اهي، يا حكومه مبدئي اشتغلي. فكره ان انا قاعد في قلب المكتب، يعني انتوا في مصر فعلا الناس هتترعب من ملفات التحقيقات اللي احنا عملناها. انا نزلت فيها بنفسي وزرت محافظات، حاجات مرعبه. بسال نفسي ازاي ده تايه عن الحكومه. مصر اكتشفت انها دوله غنيه حقيقيه. كنت اقرا ده في كتاب في جورنان، اشوفه في برنامج تصريح، بس لما نزلت وشفت يا الله. يعني فدلوقتي حضرتك هتقدم، الشباب هتيجي تقدم ابتكارات، إيه؟ هتقدم مشاريع، فالحاجات دي هتتعرض. طيب هطلع عينك النهارده يا اكرم فاروق. هنقف بقى شويه علشان ناخد حسين من الجيزه وهنتعامل معاه ان هو تاني تليفون. يلا استاذ حسين اتفضل. مساء النور يا استاذ حسين. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. انا بحبك جدا من الراديو. الله يخليك. ما انا عايز كل جمهور الراديو يجي ويرفع اسهم كده في القناه. انا عايز اقول حاجه والله. انا بص انا بسمع المشاكل مع الناس في الراديو كتير قوي انت بتقلها. إيه فعايز اعرض حاجه صغننه يا ريت تقدر تحلها. اتفضل على طول. انا مش عايز اقول، واخد بالك انا بحب جدا المشير عبد الفتاح. براحتك مفيش مشاكل. بحبه جدا 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 ومش قادر اقول ان انا زعلان منه يعني. اتبال حضرتك. شكرا. ايوه دي اللي انت عايز تقولها. لا طب قول يا راجل كلمتين في حقي. بتقول لي انا من محبيك في الراديو. عندي ابني خريج بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه. نعم. انت قطعت الخط. اوكي الخط اتقطع يا حسين. هاخد شريف من الجيزه. اتفضل يا شريف. شريف من القاهره، شغالين في الكنترول جيزه القاهره. يلا القاهره كبرى. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ شريف؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. حضرتك منور الشاشه. الله يخليك. ومن محبينك ومستمعينك يعني دائما، اذا كان في راديو مصر او فين فين. ونتمنى يعني حضرتك تبقى على الاقل تعرض على المشاهدين وعلى مصر كلها بسمه امل وبسمه خير باذن الله. البلد دي بخير باذن الله. ودي حقيقه. على زي حضرتك وناس كتير قوي، لان احنا عارف ان بلدنا بخير، وعايزين بس الناس كلها على الاقل تنسى اللي فات ونحاول ايدينا في ايدين بعض ننهض بالبلد دي. بشكرك استاذ شريف، لان لازم نطلع فاصل حالا. انتوا ضاغطين عليا قوي في الكنترول. نطلع فاصل يلا.
بلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. انه احلى، اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي عايز يشوفها حلو على طول يشوفها من فوق دايما. البلد اللي يشوفها من فوق ما يشوفهاش من تحت، اللي عايز يشوفها حلوه على طول يشوفها من فوق. لا، احنا بقى في البرنامج ده عايزين نشوف بلدنا حلوه من تحت ومن فوق. لما جينا نجهز للحلقه الاولى من البرنامج كان السؤال اللي طرح على فريق الاعداد مين هنبدا بيه اول حلقه، الضيف النجم. قعدنا نتناقش، كان عندي قناعه، انا ديمقراطي حبه حبه بس ديكتاتوري برضه. قلت لهم انا عايز مواطنين هم يكون ضيوفي في اول حلقه. اتخضوا، يا خير فين النجم والنجمه، رياضه كوره فن سياسه اقتصاد. قلت لهم لا، ليه وجهه نظر ان المصريين الشعب اللي اشعل ثورتين حقيقتين واسقط فيهم نظامين وجم نخب ودوا البلد دي في داهيه وودوا الشعب برضه والشعب قدر يصحح تاني، المواطن هو اللي المفروض يكون ضيفي. مواطن يطلع من سينا من قنا، مصري مسلم مسيحي بنت، كان نفسي الاستوديو يساع او الكاميرا تقدر تجيب 50-70 واحد. اللي بيمثلوني النهارده الثلاث مواطنين اللي بيشرفوني يعني الظروف او ان احنا كنا نتمنى نجيب الاكتر، بس خليني ابدا معاهم حوار. بيشرفني العمده محمد البيطار كبير فلاحي سينا، بيشرفني العمده غلاب عبيد عمدة قرية المقارين بمركز قوس بقنا، أيوة، وبتشرفني جهان عطا أرسنيوس باحثة في معهد الدراسات البيئية. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيب. أنا سعيد بتشرفكم معايا النهاردة في أول حلقة من حلقات البرنامج. وإحنا أسعد. إحنا أسعد والله. آه، خلينا نشوف رأي الناس بس في الشارع ونرجع تاني على حضرتك. كنتش مصري، انا اتمنى اكون مصري. انا مصري يعني اكون مصري مصري مصري. لازم اكون مصري طبعا. احب اكون مصري. مصري مصري طبعا. اكون مصري وان شاء الله مصري. انا بقول الجمله اللي قالها مصطفى كامل، لو اكون مصريا لوددت ان اكون مصريا. تهيا مصر دي بلدي زي ما بقول لحضرتك، والبلد عزيزه علينا كلنا، بنحب ترابها. دي بلدي، انا بحب بلدي وما عنديش انتماء لبلدي وما عنديش انتماء لاي حد ثاني. انا مصري مصري، بموت في مصر، بموت في نيلة، حتى الزحمه اللي فيها بحبها. واحنا صعايده وبنحب مصر وترابها. الارض دي عايشين عليها جدود وابانا وكلنا عايشين عليها، فاللي يقول غير كده ميبقاش مصر. خليني في الاول ابدا بالعمده محمد البيطار كبير فلاحي سينا العربيه، اهلا بيك الاول. وقول لي كده في البدايه، انت شايف الثلاث سنين اللي فاتوا في سينا مروا عليكوا ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. زي ما بيقول سيدنا رسول الله، لا بركه في مجلس لا يصلى علي فيه، عشان كده نصلي ونسلم عليه اولا. ثانيا، انا اساسا ده اهلاوي وما زلت ده اهلاوي، لكن حكاية سينا، احنا لما اتفتحت سينا وبدأت فيها ترعى السلام وروحنا اخذنا ارض في سينا في حتة اسمها سهل الطينة. فطبعا بستأذن معاليك، فان يعني انت الطبيب الوقت وانا المريض، لا مؤاخذة ما انتش عارف مرض ايه الا لو انا قلتي لك، واخد بال معاليك؟ قول مرضك. فات اديني فرصة بقى ريس اقعد اقول شويه كلام على قد ما عرفت، انا راجل فلاح مش مثقف يعني، علشان برضو اسمع يعني الباقيين. اصل ده عمده بس مثقف راجل، اسمع عايز اسمع كله، انما انا عمده بس نتعود على انه كله باختصار. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الوقت بتاعنا احنا التلاتة كده تديني حق فيه ومش عايز زيادة ولا خلاص. انت كده ضيعت منه 7 دقايق، ما يجراش حاجه ولا ايه اللي خارج من ذمتك الدنيا عشان اقلب النقله اللي عندي واخلص على جنب. اي عندك وقت قد ايه حقي؟ كفايه 5 دقايق.
لا قليلين جدا. طيب علشان كل واحد احنا هو الوقت قد ايه؟ 5 دقايق 3 × 5 = 15. طيب احنا كل واحد عايز اقل 20 دقيقه على الاقل يعني. ماشي هو البرنامج كله نص ساعه صلى على الحبيب. لا نص ساعه ليه يا ريس؟ انت بتقول قدامك للساعه كذا وبدا جديد ماشي. وانت ما شاء الله شباب يعني نصل للصبح ما فيش مشكله وكلنا شباب والحمد لله. ولي امر صلى على الحبيب. بالنسبه لمشكله سينا لمشكله المكان اللي احنا فيه، احنا لما رحنا المنطقة دي فاهمين ان احنا رايحين نعمل عمل قومي نعمر المنطقة دي وننتج منها. ليه؟ لان احنا عارفين ان جميع الاسر المصرية لهم شهداء في سيناء دي. نعم. وكان سبب المشكلة ايه؟ ان احنا سايبينها ارض مفتوحة لكل اللي عايز يلعب يلعب. نعم. وعلى رأي المثل اللي عندنا في بلدنا بقول المال السايب يعلم السر، يعلم السر. الله يبارك فيك. فلما رحنا وفاهمين ان الحكومة هتتعاون معانا الى اقصى حد، طلعت النتيجة عكس كده خلاص. والله يا استاذ ضايقتنا اخر مضايقة، اخر مضايقة، ولم يعطونا اي شيء، يدونا اي شيء من الثبات في الارض دي. يعني مثلا احنا اخذنا الارض في المزاد. انت بتكلم على اني فترة توقيت الفترة اللي كان فيها شرط الارض دي؟ 3 سنين. فترة مبارك. 3 سنين فترة مبارك. قبل قبل والفترة جبل اللي اجت بعديها اللي هي بتاع مرسي اللي شربنا فيها المر والخل من الفوضى والبلطجة والى اخر هذا الكلام. طب انت كده بتتكلم عن نفسك ولا بتتكلم عن مجموعة؟ لا انا بتكلم على كل المنطقة وما كل فيها. كل المنطقة وما نعم. فيها ما بانيش اناني للدرجة اللي انتوا خدتوا الارض لكن ما تقارنتش. احنا اخدنا الارض في المزاد يا ريس، وكنا لما اخدنا الارض اساسا وضع يد، شرينا وضع يد من العرب وكنا فاهمين بان الدوله هتيجي تربط الارض دي علينا باسعار رمزيه. نعم. كما بيحصل في المشاريع الثانيه. نعم. وان يكون هناك تجاوزات لصالح المنطقه. يعني ياخد من اجر رمزي في مقابل ان نقعد في الملح والسباخ، لان المنطقه دي منطقه ملحيه من اصعب ما يكون. وانت سمعت حضرتك بتقول انا بروح وازور وبتاع. هتشرفني قوي قوي لو جيت زرت المنطقه دي وهتشوف الوضع. فبعد ما اشترينا الارض وضع يد يا ريس، الدولة قال لك لا ما فيش حاجة اسمها وضع يد ولا بتاعه، وراحت زي لوضع اليد وخسرنا اللي خسرناه، وقالوا اللي ليه عايز يخش المزاد يخش. واخد بال حضرتك؟ فلما لقينا الأرض ب10,000 جنيه في حين المشاريع المماثلة في الغرب الفدان ومستعد اثبت لك ده عملي ب1,200 جنيه و1,500 و2,000 جنيه أكتر حاجة اللي لقيناها في سيناء حد أدنى 10,000 جنيه للمزادة كانت كارثة. بس احنا لا مؤاخذة مش راضي اقول عشان معانا ست مش عايز اقول كلام. طيب دي اخر فتره مبارك، انقل على 3 سنين تحديدا. الثلاث سنين اسوأ 3 سنين عشتهم وانا راجل عندي 63 سنه. الثلاثه دول اسوأ ما شفته في حياتي. طب انا كنت بشوف مرشحين رئاسه كتير بيجوا سينا، بشوف حكومات كان بتيجي سينا. ايه. ما قابلتهمش. كانوا بيجوا سينا اول واحد كانوا بيقولوا هو اني هو اني. ما فيش محافظ جه بورسعيد في الفتره دي ولا اي منطقه، والمجالس القوميه المتخصصه جت لان انا كنت انشط واحد في المنطقه دي. طب بعد 30 سنة. ولكن هم بيقولوا بيعملوا لي ايه؟ بيقولوا ياخدوا مني كلام ويقولوا لي كلامك ده. قال لي جاني مره المجالس القوميه المتخصصه برئاسه اللي هو منير شاش، ولما حكيت اللي عندي قال لي كلامك ده هيتحط على العين وعلى الراس ويوصل لاعلى المستويات. طيب بعد 30 سنة حاسس الامور هتبدا تتحسن؟ على كل حال افضل. على كل حال افضل. على الاقل حتى البلطجيه ملبو خين ما عندهمش فرصه. يا سيدي ده انا جاني ناس عشان يخطفوني ما لقونيش موجود راح يخطفوا جاري، وقبل من كده اتخطف من عندنا 2 من جنبي من 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 احد. يعني انا في منطقه لي 4 جوانب. نعم. الابل منها اتخطف منها رجلين وراحت عربيتهم ضربوا بالنار. الجانب الابل منه راح من عندنا راجل من المنزله اسمه احمد سباع عنده 70 سنة اتخطف وراحت قتل في الانطره شرق وراحت رمى في عند. انت كده بتتكلم على الوضع الامني، دي تاني مشكله انت شايفها في سيناء. ايوه الوضع الامني مفكوك هناك. مفكوك يا عم، مفيش امن بالمره. مش مفكوك، مفيش مفيش أمن. مفيش. ايوه طبعا مفيش. طب ادي وقت بس لزكا جهان اولا. يعني انا خلصت حقي كده؟ انت لسه ما خلصتش حقك. ناخد حقي على بعضه. هتتكلم؟ اصل انا بنسى. طيب. الله يهديك. لا ما تقلقش، اديني حقي على بعضه. انا عايز حاجه اكتر من حقي. عايز اشوف بس انت حسب ان في حاجة هتحصل في مصر بعد 30/6 فيها تفاؤل وامل، ولا انت شايفة الامور زي ما هي؟ لا ان شاء الله طبعا في تفاؤل وامل، بس اولا انا كنت احب ان انا اقدم التعازي لكل امهات الشهداء، شهداء مصر من قبل من اول ثورة 25 يناير. نعم. من الشباب ومن الشرطة والجيش والى وقتنا هذا الشهداء اللي لسه بيتقدموا. بعزيهم وبنعزي نفسنا وبنقول انه الدم ده مش بيروح ببلاش واكيد في امل بس عايز اقول لك يا جيهان.
يعني وانت بتمثلي هنا المرأة المصرية، المرأة المصرية شاركت في ثورتين بس ليه بنكتشف بعد كده انها بتروح تستخبى؟ يعني لدرجة حتى لما جم عملوا الدستور قالك نعمل كوتا المرأة، يعني ليه المرأة ما يستمرش وجودها؟ بتخاف؟ لا، هي المرأة ما استخبتش، بالعكس المرأة شاركت في الثورتين، والمرأة هي اللي نجحت الثورتين. يعني إذا حصل إنه في 25 يناير إحنا كانت النوايا سليمة، لكن في مقولة كده بتقول إنه طريق الجحيم أحياناً بيكون بادئ بنوايا حسنة، يعني فإذ بنا نتجه إلى طريق الجحيم. ولما المرأة المصرية هي اللي استشعرت ده بقى في 30/6، لأنه لو لاحظنا كده إنه بعد 25 يناير وضع المرأة ساء جدا في مصر، من بعد 25 يناير لحد 30/6. تمام، لحد 30/6. طب ايه اللي حصل للمرأة بعد 30/6؟ بعد 30/6 المشاركة بقت اكتر. لو حضرتك يعني لو في متابعة للإحصائيات اللي كانت عن مشاركة المرأة في الانتخابات والاستفتاء، مشاركة المرأة بعض المراكز عملت إحصائية يعني مبدئية عن مشاركة المرأة بنسبة 60% في الاستفتاء، لكن ده مش معناه ان هي يعني هي مش بتستخبى. احنا المرأة عملت اللي عليها ونزلت، لكن هي المشكلة في الدولة. الدولة عملت ايه علشان ترد للمرأة اللي هي عملته؟ شافة عملت حاجة في من بعد 30 يعني احنا ستة؟ مثلا كان عدد الستات اللي في او المرأة يعني اللي بيمثلوا المرأة في لجنة الدستور كان كام؟ بسيط، كان بسيط جدا، من 50 كان حاجة بسيطة. نسبة المشاركة كانت أكتر من 50، كان نعم. كانت ما يزيد عن أو ما يقرب من 60% مشاركة. طب لو أنا قاعد أمام مواطنة مصرية مسيحية وده ما بيفرقش، شايفة تطلبي إيه من مرشح رئاسي قادم؟ طبعا إن هو يبقى عارف إن هو مرشح رئاسي لجمهورية مصر العربية، يعني للشعب المصري كله مش لفئة أو لجماعة. انه هيعمل على انه يرتقي بمصر، وانه بيكون في النهاية هو جاي على رغبة الشعب المصري، مش برضو رغبة فئة او مجموعة او ايا كان، حتى لو كانوا يعني شايفين نفسهم قدوا في المجتمع او، لكن ده مش معناه انه هم يعني انه يكون في نوع من الاحتكار للبلد او احتكار للتغيير، ما يبقاش ينتمي لحزب او جماعه او تنظيم ويبقى كل المصري ملك للمجتمع كله. خليني اعدي على الصعيد، العمده غلاب عبيد، قول لي التعريف عشان انت بتقول لي قريه ايه او العمده غلاب عبيد يوسف، عمده المجربيه، مركز جوس، محافظه جن. عايز اسالك بس عن الصعيد في الثلاث سنين. انا بس قبل ما تسالني، انا صعيد، انا بشكر كل مجموعه سي بي سي وبشكر حضرتك على الله يخليك يا والحقيقه دي لفته جميله ان احنا يعني انه يبقى فيه مشاركه، لان طبعا انت عارف الصعيد مهمل وخاصه ما وسينا حتى ما لو كنت اهلاوي بس قاعد في سينا هرجع لك تاني. يعني هو بتبقى فيه بالنسبه للصعيد اعلاميا مش هقدر اقول لك انك انت او حد بيقدر بيغطي في الصعيد، وده الحمد لله يعني لا احنا الحمد لله في برنامج بالمناسبه في مساء الخير بالزبط. رحنا نجع حمادي وصورنا هناك تحقيق مهم جدا عن صناعه العسل الاسود. احنا سعادتك محافظ جنة طبعا انا يعني باخدها نموذج للصعيد. نعم. حقيقه محافظ جنة دي بارقه امل وقاعده للانطلاق الاقتصادي في جنوب الصعيد. علشان ايه؟ لان فيها بنيه تحتيه بتساعد على انه ممكن ننهض. ايه البنيه اللي موجوده في هنا؟ النهارده جنة سعادتك عندنا عدد ضخم جدا من المصانع، عندنا حوالي 3 مصانع للسكر. نعم. من اكبر المصانع موجوده في الشرق الاوسط. عندنا مجمع الألمونيوم بتاع نجا حمادي. نعم. عندنا مصنعين للأسمنت. عندنا مصنعين للب والورق. يعني محافظة جنة النهارده من المحافظات الواعدة اللي ممكن تتاخد قاعدة انطلاق. اللي مين بقى بتوجه رسالة زي دي؟ بوجه رسالة دي سعادتك للاقتصاد، لرؤساء الحكومات اللي هتيجي في المستقبل. ليه؟ لأن لما اخد محافظة زي دي فيها البنية الأساسية موجودة، فيها طرق، فيها مشاريع. النهارده الحمد لله في برقة امل ان احنا بندخل الصرف الصحي في القرى بتاعتنا، ودي ما عندكوش مشاكل كده في الصعيد؟ لا عندنا مشاكل زي ده ما يمنعش ان انا عارف زي والولايات المتحده الامريكيه فيها مشاكل. لا بقول لك زي ايه المشاكل؟ احنا عندنا سعادتك المشاكل يعني في التسويق، بعدنا طبعا عن العاصمه وبعد تسويق ما يتم انتاجه او تصنيعه بالظبط. يعني احنا محتاجين سعادتك لزراعات اخرى عشان نقدر نصدر نشتغل.
طب مش كان جالكم مرشحين رئاسة في السنتين اللي فاتوا، مرشحين برلمانيين مجلس الشعب، مش كانوا بيطرحوا تصورات ولا كانوا بيمشوا؟ هو للأسف الشديد سعادتك أن يعني مع احترام الشخص لكل المرشحين أن 70% المرشحين مش أكاديمي، وده 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 سعادتك اللي يعني بيأخرنا شوي. ليه؟ معلش يعني هو كل واحد برضو ياخد حظه، ما فيش مشكلة، احنا ده حرية الترشح المواطن، ولكن للأسف الشديد أنه المرشح بينقصه الأكاديمي. نعم، يعني إيه الأكاديمي؟ يعني لما يكون إنسان على درجة علمية معينة سعادتك يستطيع أنه يكون فكره في اتجاه محدد، أو يعني راجل اقتصادي معاه مثلا سياسة علوم اقتصادية، معاه بكالوريوس تجارة، معاه يعني يقدر يحط إطار للي هو يقدر يشتغل عليه. طيب خليني أخذ من حضرتك العمدة محمد البيطار، وأنا هجي لك سينا والله، وده وعد مني على الهواء. لا كلكم بتقعد وما بشوفش حد، ده أول حلقة من أول برنامج، ده بالنسبة لك بستضيفك أهو، يعني أنا رمي بياض أهو. طيب يعني ماشي هنشوف، فبقول لك أهو ستعزمنا كده ولا نروح نتخطف؟ لا لا إن شاء الله هنجهز معك والله من دلوقتي جايين. سينا قل لي في دقيقة، تصور وانت راجل قاعد هناك، خريطة أقدمها لحكومة أو مرشح رئاسي قادم، كيف يهتم بسينا بشكل عملي بصفتك أنت راجل وعايش؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. المفروض على أن السادة المسؤولين ما يستهتروش برأي الناس اللي زينا. نعم. ليه؟ لأن نحن اللي عايشين في الملعب، إحنا الشعب. لكن المشكلة أن كل واحد مسؤول بيتهمنا أن نحن أصحاب مصلحة. نعم. مع أن إحنا ناس وطنونين من الطراز الأول. بتكلم هنا على السيناويين، على كل الدنيا. نعم، على كل الدنيا. هي دي الكلام ده موجود في كل الدنيا يا استاذ. ان الكبير بيبص لك ان انت ولا حاجه، مع انه لو رجع لصدر الاسلام. نعم. يجد ان ربنا سبحانه وتعالى قال لاشرف بشر على وجه الارض ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. شوف احنا عايزين ناس تشاورنا في الامر، تشوف وجعتنا ايه والعلاج ايه. صليت على النبي. انا راجل قاعد في الارض دي وشاريها، ومفروض ان انا بدفع المقدم بتاعي، باخد عقد ابتدائي ما خدتش عقود، وبطالب بدفع الاقساط، وكانت دفع الاقساط طلعنا قرار سحب للارض. هدي جزاتي عشان اروح اعمر ارض خرابه زي دي والملح ياكل في جتتي، واتعرض هناك للخطف والسلب والنهب والاهانه والمرمطه. احنا جايين لك وفي الاخر يقول مستوى البلد. يعني عايز هناخد منكم الارض؟ هياخدوا مننا الارض ليه؟ لو احنا عملنا ايه؟ احنا كفرنا؟ ده احنا قاعدين في السباح وقاعدين في المذله والاهانه وعملنا رجاله وما انسحبناش. الرساله مننا الارض ليه؟ والرساله ايه؟ بلغ الرساله لاتخن واحد في الدوله، قول له الناس بتوع سينا دول بتسحب اراضيهم ليه؟ اللي شارين في مزاد علني وشربوا المر على كل الوانه، قول له كده. عشان كده احنا النهارده بنستغيث في راجل جدع زي اسمه ده السيسي. ده السيسي ده راجل بلغتنا يا صيادين مصري، صناعة مصرية من الشناح. ما أنا عندي رئيس الحكومة للشناح. استنى صلى على الحبيب، واحنا بنستغيث ليه؟ طيب. احنا بنستغيث ليه؟ عشان ما نشتري حد ينصفني. فبنتوسم فيه الرجولة وبنقول له مبروك على زيارة روسيا، وبنقول لروسيا احنا متشكرين 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 من هنا ليوم القيامة. طيب على هذا المقام الثاني وبقول له يا عم السيسي، انت من يوم ما جيت من روسيا رحت فين؟ انا عايزك كل يوم تتنطط في بلد فيها احدث تكنولوجيا عسكرية تتنقل لمصر. انا ما تبقاش مصر خلاص مستهدف رقم واحد. استنى لا جهال لازم تتكلم. مصر مستهدف رقم واحد ومعركة مع شرف التسلح. بقدر انا مستهدف رقم واحد، يبقى رقم واحد في التسلح. بنزل لو مربط يا جدع قلبي لو جاني متطبطب من العلم ينزل لي فين؟ بسرعة للمواطن. ده عشان ايه؟ عشان شوية تسلح. اسمع عم اقول لك، الدول يا عم الحاج، الدول يا عم الحاج ما بتحترمش الضعيف، والدنيا كلها ماشيه على هذا الحال. بالله العظيم ان ما كنا هناخد حقنا بايدينا هنتضرب بالجزمه ونداس من رجليه زي سوريا وزي العراق. وبعد ياخد بالك هقول لك كمان كلمه وهفضل. انا بقول للشعب المصري كل واحد بيتاذى من اي حادثه خلاص ياخد باله. والله هجيلك سينا، هجيلك سينا، ياخد باله ان احنا مفروض نكون زي سوريا والعراق. الحمد لله احنا بخير مهما حصل لنا من حوادث. في ناس زيك، احنا البلد دي بخير. جيهان قولي لي برضه رساله للحكومه، هل المرأة المصرية منتظرة حاجة ولا هنقعد نستنى لحد انتخابات رئاسية قادمة؟ لا طبعا المرأة المصرية، بص هو الموضوع اشرب بقى مية يا حاج محمد. دور مشكلة المرأة مشكلة
مركبة شوية، لأن هي فيها جزء على المجتمع وفيها جزء على الدولة، لكن دور الدولة لازم يكون سباق، لأنه المجتمع عادة في موروثات تاريخية وموروثات ثقافية وموروثات مجتمعية تغييرها محتاج وقت. نعم. وده مش هيجي إلا لما تكون الدولة بتقوم بدورها. دور الدولة فيما في شقين برضو، الشق القانوني إن هي تعمل تشريعات تحمي حقوق المرأة، وشق في تثقيفي. شايف ان ده ممكن يحصل قريبا يعني؟ هو المفروض ولا احنا لسه في مجتمع ذكوري والمرأة لن يتم الانتصار ما هو ليه؟ ما هو انت تقضي على مشكلة انه مجتمع ذكوري بايه؟ بانك تحل مشاكل المجتمع البسيطة. يعني احنا عندنا مشكلة انه الاعلام سوى كويس قوي لموضوع التحرش ومسك متحرش نعم. لكنه طيب. لكنه لم يسن قانون، لم يسن قانون او تشريع، او ما لقيناش امن متواجد في الشارع يمنع الظاهره دي، وبالتالي حصل ايه؟ حصل اغتصاب لاطفال وقتلهم، وفي النهايه حتى الطفله اللي تعرضت لده ما خدتش حقها. طب انا وقتي بيروح ماشي. لا بص بص بي. انا واخد حضراتكم النهارده كنموذج ببدا طيب. بالبرنامج ان المواطن هو سيد هذه البلد، وان المواطن اللي اشعل ثورتين هو لازم يكون قاعد على الكرسي ده، ولو في مسؤول قاعد هنا يبقى قدام حضراتكم طبعا. فانا ببعت رساله من خلال برنامج في الحلقه الاولى ان انا نجم الدائم هو طب وانا جاي لحضرتك. اذا كنت هوجه وجاي. رساله للدوله، فوزاره الثقافه مسؤوله، وزاره التربيه والتعليم مسؤوله، الجانب التشريعي طبعا في القوانين وسن القوانين ده مهم، انه لانه علشان نوصل نبدا يبقى في اولويات حقوق. الصعيدي اللي اتطحن النهارده وهيرجع البلد كده هيقول له انت ما قلتش كلمتين، عايزك تطلع وتقول بقين جامدين. لا هي الحكايه مش حكايه بوج ولا حكايه زعيق. لا 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 انا بتكلم للصعيد مهمل، واتهم الصعيد في الثلاث سنين اللي فاتوا ان هو السبب في مشاكل وحاجات. لا هو متهوى يعني، وكان على راي السؤال الاخ اللي بيقول لك انه الصعيد انتوا ضيعتونا يعني، انه كنتوا انتخبتوا مرسي وبتاع والكلام اللي حصل ده. معلش هو الصعيد ساعتك لم ياخذ حظه في الـ في الـ في التنميه الحقيقيه يعني، اتجاه كله كان في ناحيه الدلتا وناحيه الشمال وبسعتك والشرق، لكن الصعيد ما خدش حقه اصلا في التنميه. نعم. والصعيد اصبح مهمل، والتواصل إيه الحضاري. ايه الحل؟ الحضاري الكلام ده بنقوله كتير. لا معلش ساعتها هو في كلام بنقوله كتير، بس في حاجات ساعتك لازم تتعمل. اولا لابد ان يكون هناك تواصل حضاري، ما هو بسعتك بين الشمال والجنوب. يعني زمان احنا ساعتك كان اللي بيدرسونا منين؟ من المنصورة، من الدجهلية، من البحيرة. نعم. بيدرسونا في الصعيد. فبينقل نوع من التواصل الحضاري بين الشمال والجنوب. نعم. الكلام ده طبعا بقاله فترة كبيرة جدا انتهى بحكم التوطين. وده كان من أخطر ما يمكن. انك انت تفصل الشمال عن الجنوب وخبسعتك، وده يبقى الجنوب متخلف والشمال متحضر ويفضل على هذا الوضع. لابد ان يكون هناك تواصل حضاري بين الشمال والجنوب. في لابد ان يكون في هذا الكلام. الاستثمار، انا ما عنديش استثمار يعني الصعيد. انا في الصعيد لما تجيب الصعيد تاخد من اسيوط او من المنيا لغايه ما تخش اسوان، ما عنديش اربع مستثمرين او خمسه، لان قاعده الاستثمار المستثمر الكبير بيعمل. يعني النهارده مثلا زي ناس كتير مثلا زي المهندس السويري، زي واخ بسعد، دي مش النماذج دي مش موجوده عندنا في الصعيد. واحد او اثنين. لابد ان يكون هناك قاعده للاستثمار، لازم اوجه دفعه للاستثمار. انا ارجو ان احنا انا جايب حضراتكم علشان تعرضوا ده للحكومه وللراي العام، واحنا في برنامجنا احنا مستهدفين ده، وهمسك ده ملف ملف، وجزء منه صنع العسل الاسود فينا. خليني بس ارحب واجدد ترحيبي وبشكرك فعلا على انفعالك. عايز بس كلمه بسيطه يا ريس مع كمان. انا بعيد عنك تعبان الله يهديك. والله ما في وقت. انا جاي من هناك من الجمالات اهليه هناك الله يهديك. هو خلينا هوي نفسي ان شاء الله ما تسجلش الكلام. لا لا خلاص احنا هنتكلم بس بعد ما اخلص. انا بشكر العمده محمد البتار كبير الفلاح سينا، العمده غلاب عبيد، عمده قريه المقارين بمركز كوس، وجهان عطر. ونطلع فاصل على طول. أنا اسم محمود محيي، عمر 24 سنة، من مصر. أنا بشكل عام عندي إرادة قوية في حياتي. قبل الأكاديمية بشهر نجحت في أن أنا أنزل 20 كيلو ولعبت رياضة، مع أني ما كنتش بحب الرياضة قوي.
اخر مره اقف على مسرح ستار اكاديمي وحاسس برهبه وخوف ما حسيتهمش قبل كده. الف مبروك يا محمود من مصر. قالوا لي مش مسموح عايهم لا تروح اهلا حكي وبوضوح دربك ما هو دربا. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 Yeah.
ملاجئ الفؤاد، ناجي الفؤاد في الحب ما اتمنى. يا ليل 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 يا ليل. نجم ستار اكاديمي الموسم التاسع، بحييك وشرفتنا النهارده. الله يخليك. شكرا استاذ محمد. ازيك يا محمود، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عايز اقول لحضراتكم المفروض تيجي رنا سماحه نجم ستار اكاديمي ايضا، لكن ظروف خاصه بها حاله انها تكون موجوده معانا النهارده. خليني ايضا احيي الناي عبد الله حلمي والقانون ماجد عسكر ووائل الفاشني ايقاع. نورتنا محمود، ربنا يكرمك يا فندم. قول لي ايه قصه ال 20 كيلو اللي انت خسيتهم دول ورحت عند اي دكتور نروح له؟ لا والله حضرتك، انا يعني موضوع ال 20 كيلو ده انا خسيت عادي يعني، بس من غير دكتور ولا حاجه، ويمكن اكون استخدمت طريقه تكون مش... قول لنا ايه هي الواحد عاوز يعملها. انا بعد انا عايز بس طب حتى 5 كيلو 7 كيلو. والله انا يعني عشت يعني السلطه والحاجات الخضار المسلوق والحاجات الخضراء. الكلام الوحش ده ينفع الكلام ده رجاله يعني؟ وخسيت ال 20 كيلو في قد ايه؟ خسيتهم في شهر. طيب خلينا نرجع للفن. انت علشان تعرض موهبتك اللي انت كنت حاسس بيها وواثق فيها منها، لازم كنت تقدم في برنامج مسابقات؟ والله هو الـ 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 يعني هو الموضوع مفتوح من كذا جانب، من جانب المسابقات ومن جانب ان البني ادم يجتهد عشان يوصل اللي هو عايزه. يعني ممكن انا اجتهد في حاجه في الغنى بس مش لازم برنامج مسابقات. يعني هو في كذا كذا سبيل. انا اخترت موضوع البرنامج ان انا اقدر اوصل من خلاله موهبتي، لان هو يمكن يكون موضوع اسهل شويه وهيوصلك بسرعه شويه، يعني اسرع من ان انت يعني تتعب. هو انا بسالك ليه السؤال ده؟ لان كان زمان كان في الاذاعه المصريه
طبعا بمختلف اذاعاتها كانت بتفتح باب للموهوبين. كان في منتج او ملحن يشوف صوت جميل زيك فيتبناه، ده للاسف اختفى. فهل اصبح مفيش بديل دلوقتي امام كل موهبه غنائيه الا انها تقعد تدور بقى على الشات والنت وتشوف ايه البرنامج اللي تروح تقدم فيه؟ والله بص، مفيش حاجه مستحيله. ودايما الاصرار والاجتهاد والاراده بتجيب الامل اللي البني بيحلم بيه او الحلم اللي البني بيحلم بيه. فهو موضوع البرامج ده طريق او سبيل ان البني يوصل للشهره او للنجاح من خلاله. لكن انا لو اجتهدت برضو من غير برنامج، او يعني لو حد حب انه يجتهد يعني يجتهد وينزل يشتغل ويعمل اغاني وينجح، يعني برضو ده سبيل موجود، يعني الطرق موجوده، مش لازم يكون من خلال البرامج التلفزيونيه بس. خلينا نطلع برضو لاغنيه جميله، شوف عايز تقدم لي ايه النهارده. ممكن تعرف النهارده ذكرى ليلى مراد؟ طبعا اكيد. انا راحله. طيب خلينا نطلع فاصل الاول. اكرم فاروق المخرج بيطلع عيني بقلبي بتاع اللي في ودني دي، وقال لي اطلع فاصل. اطلع فاصل يا عم. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا بأول حلقة من حلقات برنامجنا مساء الخير. إحنا لسه ما خلصناش، لسه محمود سهران معنا، بس عايز أقول لكم أن أنا يمكن كلامي كده هينتهي لحد النهاردة في هذه الحلقة، وهسيب النهاية الجميلة لمحمود محيي نجم ستار أكاديمي. بس عايز أنوه لأن بكرة هيشرفني الوزير وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور أشرف العرب في حديث في صد ورد. هتسمعنا يا محمود؟ سمعكم علي جرى. علي جرى. وبعد محمود اشوفكم بكره على خير. اتفضل يا محمود. شكرا. خبري فرحنا ولا
حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا لحد قال عنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا بس اما تيجي وانا احكيلك علي جرى وامسح دموعي في منديل علي جرى بس اما تيجي علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى علي جرى علي جرى Thank you.